مشاهد جميلة لقطط وطيور صورتها بنفسي. هنا طير الحمام يراقب القط خلف الصندوق. اعتقدت أن القط سيهاجم الحمامة، لكنه جاء ليلعب. مشهد ممتع وجميل للقطة. ربما القط شبعان، ربما يكون أيضا يتآلف مع هذه الحمامة في مشهد رائع. والغريب أن الحمامة لم تخف من القطة واستمرت بالقرب منها ولفترة طويلة. بالفعل مشهد ممتع وجميل، وبنفس الوقت مشهد غريب في عالم الحيوانات والطيور. وهنا مشهد غريب لقطة بعمر شهرين تحاول أن ترضع من قطة بعمر 4 شهور. واضح أن هذه القطة الصغيرة هجرتها أمها وتبحث عن الرضاعة. وهنا مشهد قمة بالغرابة وقمة بالإثارة. حمامة تضع 5 بيضات. صورت هذا المشهد بنفسي. بالفعل الحمامة وضعت 5 بيضات في مشهد نادر. وهنا القطط الصغيرة تبحث عن الدجاج المقلي وتحبه. وهنا أحمل بيدي قطة بعمر 1 أسبوع بمنتهى الجمال والروعة. شوف أصدقائي ما أجمل هذه القطة بعمر 1 أسبوع. مشهد قمة بالإثارة. وهنا مشهد مؤثر لقطتين صغيرتين هجرتهم أمهم أو توفيت بحادث، يبحثان عن أمهم والقطة الكبيرة ترفضهم. وهنا مشهد جميل وممتع للقطط الصغيرة يلعبن مع أمهم بحديقة المنزل في مشهد قمة بالروعة.